مخالف لنظام الإقامة نشر فيديو يتحدى فيه رجال الأمن بكل بجاحة. بعد ساعات قليلة سقط تحديه وتم القبض. تعلم ألا تتحدى رجل أمن سعودي في حماية أرضه. من مهام جنودنا ضبط الأمن وحماية الوطن، وأضيف إليها في مثل هذه الحالة وتأديب المهايطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شرطة سعودي، والله حرام وطماط، والله أنت لو تجيت هنا والله ما يشرط عليك، والله ما أخوف لك. شوف أنا بين قاعدين، والله أنا قاعدين هنا سخنتني هنا، والله أنت لو تجيتني هنا والله حرام عليك، ما يخوف عليك، والله أنا ما شرط منك. خلاص أنت تجي هنا، أنت رجال وأنا بنات، والله حرام وطمال أنت ما تجي هنا، حرام علي والله ما تجي هنا، والله والله أنا قلت لك والله أنت، لكن لا صدق ما صدقت على كلام صحيح تمام، والله ما يشرط عليك منه. تعالي هنا أنت رجال، هذا مشكلة. مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يظهر في فيديو ويتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه. تم القبض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أول كلام غلط، تعدينا للشرطة، إذا هي شرطة سودي مسكني أسرعوني سامعوني، أنا أول غلطان، ما عرفتني كذا، ما فكرت كذا، الحين لو نفكر أول ما نقول لك كذا، أول مرة نفكر غلط سامعوني. شوف، في كان برنامج زمان تقدم الداخلية اسمه العيون الساحرة، عيون الأمن ساحرة، ولا يمكن يعني هذا بساعتين هو في الجبال، يعني لو أنه في ذا كان في دقيقة، بس في الجبال نظرا لصعوبة الحركة في أهني والله الحقيقة. أنا فخور برجال الأمن في السعودية، فخور بالحقيقة. صار تم القبض، هذا صار كل يوم تشوفه بدقيقة، تشوف أي واحد يتطاول في دقائق في ساعة يتم القبض عليه. أيضا موضوع بس مهم انه هذا الاخ ترى يمثل نفسه، يعني احنا ما ودنا نسيء لشعوب انه يتخذ ذريعه لسب شعوب. انت لو اخطات الان انت تمثل نفسك، فهذا يمثل نفسه ولا يمثل ابدا بكل تاكيد، يعني كل من يجرم يعني اجرامه على نفسه. شوف الفاصل الثاني، الفيديو الثاني من المسجد النبوي الشريف. اسال الله باسمه الاعظم الاكرم ان يغفر لي ولاخي وحبيب الدكتور احمد العرفج، وان يوفقه ويسعده، وان يجعل النجاح حليفه، والتوفيق رفيقه، وأن يجمع بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ووالديه وأسرته في الفردوس الأعلى، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. شوف أبو يحيى، أرسل لي الشيخ المقطع، والحقيقة أنه سبب عرضه هنا ولا في وسائل التواصل أنه كمية التسامح اللي المجتمع لازم يوصل لها، أنه فعلا اختلافاتنا، أنا أختلف عن الشيخ عايض ويختلف عني، توجهاتنا الفكرية قد تكون متباينة، لكن في مظلة الوطن والدين نحن أخوان. هذا أقرب مثال للتعايش وللتسامح وللطيبة، وأيضا نوايا الخير، يعني أن الشيخ يخصني في دعوة في الحرم، هذا فعلا نوايا خير إلى أبعد حد، وصور وأنا ما طلبت منه، صور هذا القصد. الفيديو الثالث. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يسعدني أن أقدم هذا العرض الموجز عن كتابي المعنون بأقول فلسفة من رحم الفلسفة لبرنامجكم الجميل والمميز يا هلا بالعرفج. الكتاب هو الإصدار الأول، وستتبعه سلسلة بإذن الله من الإصدارات تحت نفس العنوان. يتناول الكتاب بشكل رئيس فلسفة العلاقات الإنسانية، سواء علاقة الذات بنفسها أو بالآخر الموازي أو الأعلى، وذلك في إطار المشهد والحدث، والتي ستندمج هذه الذات والآخر معها في بعض الأحيان أو تنفر منهما في أحيان أخرى. يجمع هذا الكتاب ما بين البساطة والغموض في الوقت ذاته، مما يجعله سهل التناول والقراءة من جانب، ويتيح من جانب آخر الغموض مساحة أمام القارئ للخيال وفلسفته للعلاقات الأخرى المشابهة أو المغايرة، ليقرأها من زاويته التي تخصه. أما عن البنية الأساسية لهذا الكتاب، فهي سلسلة من تغريداتي التي مثلتني في بعض المشاهد والأحداث، أو مثلت قصص الآخرين، أو مشاهد شاهدتها أو شاهدتها، أو أيضا تخيلتها في بعض الأحيان، والتي بعد ذلك قمت بفلسفة فلسفتها بين دفتي كتابي هذا.
تحياتي وتقديري الدكتورة منى علي الحمود. كل التحية والتقدير والشكر للدكتورة منى الحمود. والتعليق عندك دكتور. شوف الدكتورة تعرفت عليها في دورة قبل 4 أيام، سويت دورة في صناعة المحتوى لمدة 2 يوم في الجامعة العربية المفتوحة، وهذه للأمانة لازم نقولها من بركات وخيرات وأفكار الأمير طلال بن عبد العزيز التنويرية من قديم الزمن، أنه جامعة مفتوحة للناس اللي ما عندهم دخل بسيط يدرسون برموز بسيطة ولها فروع في المملكة وخارج المملكة. إيه؟ نعم برسوم. فهذه من بركات الجامعة أنه أنا سويت دورة في الجامعة وتعرفت على السيدة هذه، والحقيقة كتابها جميل، فلسفة من رحم الفلسفة. هي عبارة عن تغريدات، 125 تغريدة كتبت التغريدة وكتبت شرح تحتها، فلسفة عن الحياة والجمال والحب. هي فنانة تشكيلية، حبينا نعرض كتابها بس من حق خلينا علي. بس يليت بس المخرج ياخذ لنا الكتاب على أساس إن شاء الله أنه الكتاب كمان ينتشر، وهو كتابها الأول. فحنا بحكم أنه نحب ندعم على الإبداعات. هذا هو الكتاب على الشاشة الآن، فلسفة من رحم نعم الفلسفة. هذا رسمها، هي مدرسة، هي دكتورة. جميل. وأيضا موهوبة في التربية الفنية. تحياتنا للدكتورة منى الحمود، وبالتوفيق وعقبال كل الكتب والإصدارات القادمة. نشوف الفيديو الرابع معنا. أنا مع حبيبي حمد، هذا بيش مهندس يستحق التقدير، قصة نجاح سعودية جميلة. الله يسعدك. تفضل يا حبيبي. طبعا إذا كان عندك منبه مثل كارتير هذا ثمين ومن 1965 راح تحفظه في مكان للمجوهرات. هذا هو. هذه الساعات فيه، هذه الساعات الثمينة تتحط في مخبأ. هذه الساعة الجيب اللي يحبها. هذه الجيب نعم. هذه شوف الساعة، هذه ساعة الجيب. أيوة. وتقفلها. وتقفلها وتحتفظ بها. طبعا القفل مو موجود لكن إن شاء الله. تفضل. هذا الشاب تعرفت عليه في حراج سوق الزل، الحقيقة شاب موهوب عنده ماجستير برمجة الحاسب الآلي، بس مهووس في الساعات القديمة والرواد القديمة، عنده رادو 60 سنة شغال كأنه أمس مصنوع، وأعطاني ساعة زي هذه وأعطى كل أصحابي، أعطاني ساعة عمرها 55 سنة، مهووس في كل العالم ومسوي تطبيق اسمه مساوم على الأونلاين، لو تدخل تشوف الساعات تشتري منه أي ساعة. طبعا مو ما يبيع، هو يعطي هدايا، لكن يحب يشتري ويقتني الساعات القديمة. عظيم جدا. نشوف الفيديو الأخير معنا. الحمد لله تصالحنا مع البشر. لايق عليه صراحة مرة. حبيبي تصالحنا مع البشر، تصالحنا الآن مع الثعابين. وريني يا فين، شوف التعبان. شوف ايش تعبان، شوف شوف يبوسني كمان. ياخذ والله بياخذها بوس خد. متالفين معه. شكرا ابو حميد انك عرفتني على الثعابين، تصالحنا معهم. متالفين معي صح جدا. شوفها بالله ما تشهد انه غرفه النوم عادي. اي والله الحمد لله. شاهد ابو حميد حتى الثعابين صاروا اصحابي. ها مين يقدر يسوي يحط الثعبان كذا من قدك؟ اي والله. شوف ما اخاف من الثعبان زيك. انا ما عاد فيها عشان كذا. لا بس شوف والله بيبوسني. ها مستحي بالله. روحوا عشان يرتاح معنا. شوف التعبان. ها الحمد لله عشان تشهد يا سلطان، متصالح مع الحياة والبشر والحجر والجن كمان، والجن والثعابين. إيه الآن شوف ذكر جيني اللي في غاطة اللي هرب. أيوة. لا بس رجع الحمد لله. شوف 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 أحمدك يا رب. شوف يقول لك لا تقرب من العرفة، شوف بعد عن العرفة. وصلنا إلى الصداقة مع الأفاعي. والله شوف هذا الشاب قابلته هو يشتري أفاعي ويطورها ويهذبها ويهذب أخلاقها ويبيعها. أنا ليش شفت هذا المقطع يا أبو؟ حلوة يهذب أخلاقها. أي والله يعني أنها ما تعض. هو طبعا تكلم مواصفات أنه متى يبدأ يعض في طول معين. أنا ليش أتكلم؟ لأنه الآن في السعودية اهتمام خاص في الحياة الفطرية. يمكن شفت الآن تعميم قتل الضب. الغزال البري الكذا، لو يمسكونك تصيدها يا ويلك. أنا أقصد أن البيئة الفطرية عندنا، علاقتنا في الحيوانات فيها توتر، والله فيها توتر. إذا القطط واضح أنه عندنا إذا قطط وكذا، لما تصير قوانين مشرعة بهذا الشكل، يعني زمان كان لسرنا بالقصيم فاضين رحنا نصيد ضبان الضب في جحر وندخر عليه لي الغاز لين ينكتم ويطلع ونصيد ونذبح وناكله، انتهى راحت الضبان اللي عندنا. فأنا أعتقد الآن القرارات اللي صدرت يجب يصير في توعية أنه تصيد يا ويلك احتطاب نفس الشيء. جميل. احنا موضوع الأفعى والثعابين بنمشيها، بس في المقطع كنت تقول أنه الصداقة مع البشر والحجر والجن، هذه مش عارف الجن ايش معناها؟ الجن انك تتعوذ من الشيطان. تكب مويه حاره لازم تسمي، يعني اخلاق، لانه ورد في 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 في, في الشرع اشياء كثيره تدل انه طعام اخوانكم مثلا، انك ما تسوي شيء لين تسمي، تنبه اللي سمي يا العيون اللي تصيب ولا تسمي. طيب نروح فاصل. بسم الله. فاصل اخير ونلقاكم.